السلام عليكم. ان شاء الله يا شباب ده هيكون الفيديو الاخير لنا في الامبريو جينيسيس اوف ذا هارت. هجمع في مجموعه من الحاجات كده. اولا هتكلم عن الحجرات بتاعه القلب المختلفه، هجمع كل حجره منهم بتتكون من ايه. طبعا لو انتوا فاكرين الاتريا كنا بنقول حاجه اسمها البريماتيف اتريال تشامبر او الكومن اتريال تشامبر، كنا بنقول انها بتكون الراف بارت اوف بوث اتريا، بينما السبوس بارت كان بيتكون من حاجات تانية. تعالوا كده نشوف كانوا بيتكونوا ازاي. لو انت بتتكلم على السموث بارت بتاع الرايت اتريوم، فكان بيتكون من الرايت هورن بتاع الساينس فينوزس. بص كده، دي الساينس فينوزس، الرايت هورن بتاعها كان بيدخل في تكوين الرايت اتريوم سموث بارت. طيب لو انت بتتكلم على ليفت اتريوم، فخلاص احنا عرفنا ان الراف بارت بتاعه بيطلع من البريماتيف اتريوم. طيب بالنسبه للسموث بارت بتاعه هيجي نتيجه الابزوربشن بتاع الفور بالموناري فينز اللي موجودين في البوستيرور سيرفيس، بيحصل ابزوربشن للبروكسيمال بارت بتاعهم او الجزء الاولي منهم ويدخل في تكوين السموث بارت. يبقى احنا كده عرفنا ان التو راف بارتس بيتكونوا من ايه. بيتكون من الكومن اتريال تشامبر. لو انت على الرايت السموث بارت بتاعك بيتكون من الرايت هورن اوف ساينس فينوزس، لو انت على الليفت سايد الليفت اتريوم سموث بارت بيتكون من الابزوربشن اوف الفور بالموناري فينز. طيب بص، لو لاحظت في حته هنا سموث اهي وحته هنا سموث اهي، دول بيتكونوا من ايه؟ قال لك والله مش دي اتريو فينتريكولار اوبننج او اتريو فينتريكولار كاشن. الاتريو فينتريكولار اوبننج او اتريو فينتريكولار كونستريكشن لو انت على الليفت سايد بتكون جزء من السموث بارت، لو انت على الرايت سايد بتكون جزء من السموث بارت في الرايت اتريوم وهنا في الليفت اتريوم. يبقى السموث بارت سواء كان على الرايت او على الليفت مش مجرد ان هو بيتكون من الرايت هورن اوف ساينس فينوزس او الابزوربشن اوف الفور بالموناري فينز، لا ده في كمان جزء من الاتريو فينتريكولار كونستريكشن او الاتريو فينتريكولار جروف. اوكي، عند اللور بارت. طيب في حته كده في الرايت اتريوم عند عامله فالفز، الفالف بتاع الانفيرو فينا كيفا والفالف بتاع الكوروناري ساينس. شايفين الفالفز دي؟ الفالفز دي بتيجي من حاجه مخصوصه لهم كده، هنبقى نتكلم عنها ليتر اون ان شاء الله لو ربنا احيانا في الجزء بتاع البلاد فيزلز. بيطلعوا من رايت فينوس فالف، فالف على الرايت سايد بيعمل بيقفل الفينوس بارت سواء كانت الانفيرو فينا كيفا او الكوروناري ساينس. طيب نرجع تاني بقى عشان نشوف الاتريا، سوري عشان نشوف الفنتركلز. احنا كده خلصنا الاتريا. طب الفنتركلز، الفنتركلز في معظمها بتطلع من البريماتيف فنتركل. طيب كان في فوق البريماتيف فنتركل حاجه اسمها البالبس كوردز. بص البالبس كوردز بتدخل في عده حاجات، اللور بارت بتاعها بيدخل مع البريماتيف فنتركل في تكوين الجزء الاخضر ده اللي هو بيكون المين بارت اوف ذا فنتركلز. ده ايه؟ ده البروكسيمال بارت اوف ذا بالبس كوردز. طب الميدل بارت اوف ذا بالبس كوردز، قال لك والله الميدل بارت اوف ذا بالبس كوردز باللون الازرق الفاتح ده، بص كده بيدخل في تكوين ايه؟ بيدخل في تكوين البيجيننج بارت بتاع البالمونري ترانك والبيجيننج بارت بتاع الاورط. فقال لك البيجيننج بتاع البالمونري ترانك بنسميه ايه؟ قال لك بنسميه القمع او الانفانديبولم، حاجه كده عامله زي القمع اهو اسمه الانفانديبولم. طب البيجيننج بتاع الاورطه اسمه ايه؟ اسمه الفيستيبيول. اوكي، طيب اخر بارت في البالبس كورتس قال لك ده بيطلع فوق وبينقسم بالسبتم زي ما احنا شرحنا المره اللي فاتت عشان يديني توجه الاورطه من الليفت فينتريكل ابورد ناحيه الرايت وتوجه البالمونري ترانك من الرايت فينتريكل ابورد ناحيه الليفت. يبقى لما اجي اقول لك البالبس كوردس بتدخل في تكوين ايه، هتقولي البالبس كوردس بتدخل في تكوين ثلاث حاجات. في اللور بارت بتاعها بتتحد مع البريماتيف فينتريكل عشان تكون الفنتريكولار بارت، وبتتحد في الميدل بارت او بتكون في الميدل بارت بتاعها بتكون بدايه الاورطه وبدايه البالمونري ترانك، بتكون الفيستيبيول اوف ذا اورطه و الانفانديبولم اوف ذا بالمونري ترانك. طب في الابر بارت بتاعها بتنقسم بالسبايرال سيبتم عشان تكون بقيه الاورطه والبالمونري ترانك زي ما احنا شفناهم بالسبايرال شيب. طيب الجزء الثاني اللي انا عايز اتكلم عنه، عايز اتكلم عن الكونجينيتال انوماليز اوف ذا هارت. الكونجينيتال انوماليز اوف ذا هارت عديده ومتنوعه جدا، فاحنا لو قعدنا نعد فيهم هنعد للصبح ما عندناش وقت، فاحنا هنحاول ان احنا نجمل كده اهم الكونجينيتال انوماليز اللي موجوده معانا.
اول حاجه الكونجينيتال انوماليز اللي احنا ممكن ندرسها، ندرس كونجينيتال انوماليز في موقع الهارت، في السايد بتاع الهارت. اول كونجينيتال انومالي معانا ان يكون الهارت بره الجسم، خارج الجسم بهذا الشكل، بيسموا الهارت اللي بره الجسم كده هو في منطقه غريبه، صح؟ مش في الموضوع الطبيعي، فقال لك نسميه اكتوبيا من اكتوبيك، يعني في منطقه غير صحيحه. والهارت اسمه الكارديا، فقال لك نسميها اكتوبيا كوردس. اكتوبيا كوردس يعني الهارت مش موجود في الموضوع الصحيح، وانما موجود على الانتيريور شيست وول. طيب تاني كونجينيتال انومالي في موقع الهارت، انت طبيعي ان الهارت يكون الايبكس بتاعته دايركتد تو ذا ليفت سايد. طب لو لقيت ان الايبكس بتاعته بقت دايركتد تو ذا رايت سايد، قال لك خلاص يبقى الهارت ده معكوس في الاتجاه. معكوس يعني ديكسترو، وهارت يعني كارديا، فنسمي الهارت اللي الايبكس بتاعته دايركتد تو ذا ليفت سايد ديكسترو كارديا، ديكسترو كارديا. وده بيبقى نتيجة خطأ اثناء الروتيشن بتاع الهارت تيوب. اوكي طيب تالت حاجة في البوزيشن، في الخطأ بتاع البوزيشن بتاع الهارت، قال لك في حالة اسمها سايتس انفيرسس توتاليس. سايتس يعني مكان، جاي من سايت، انفيرسس يعني معكوس، توتاليس بالكامل. بيقول لك ان كل الاعضاء الداخلية للشخص بتكون معكوسة بالكامل. يعني احنا عارفين ان الليفر على الرايت سايد، الاستومك او المعدة على الليفت سايد، عارفين ان الهارت مثلا بيبقى مايل ناحية الليفت سايد، تبص تلاقي ايه الاستومك في السايتس انفيرسس توتاليس، بدل ما هي على الرايت سايد بقت على الليفت سايد. الليفر بقى على الليفت سايد بدل ما هو على الرايت سايد. الهارت الرايت اتريوم يبقى على الليفت، والليفت اتريوم يبقى على الرايت. يعني بالظبط كأن الشخص بص في مراية وشاف نفسه، اتعكس كل اماكن الاعضاء الداخليه. بيقول لك ان هي بتكون مصحوبه غالبا، السايتس انفيرسس توتاليز بتكون مصحوبه لسندروم او لواحده من الظواهر اللي بتحصل عند الانسان، كونجينيتال انومالي اسمها كارتاجنر سندروم. كارتاجنر سندروم فيها يعني بتحتوي على عدة حاجات، يعني الشخص ده مثلا بتبقى السيليا اللي في خلايا ما بتبقى شغالة، وعدة اعراض تانية منها ان الشخص ده بيبقى عنده حالة سايتس انفيرسس توتاليز، كل الاعضاء الداخلية عنده معكوسة، ومنها اماكن حجرات الهارت. طيب احنا كده خلصنا الانوماليز بالنسبة لموضع الهارت نفسه. طب هو ممكن تكون انوماليز تانية؟ قالك ايوه، ممكن تكون انوماليز بتخلي الدم اللي جوه الهارت يختلط مع بعضه. قالك يعني ايه اللي يخلي الدم اللي جوه الهارت يختلط مع بعضه؟ قالك بص كده معايا، لو انا عندي ديفكت في الاتريا من فوق كده، بص كده الاتريوم فيه لسه فيه فتحه موجوده فيه، فبنسميها ايه؟ بنسميها اتريال سيبتال ديفكت، فتحه في السيبتم بتاع الاتريوم. بتخلي الدم يتجه من الليفت سايد الى الرايت سايد، ما هو الليفت سايد الضغط فيه عالي والرايت سايد الضغط فيه منخفض، فتخلي الدم يتجه من الليفت سايد تو ذا رايت سايد. واحد يقول لي هو الضغط في الليفت سايد عالي ليه؟ هقول لك ما هو عشان الليفت فينتريكل اللي تحت ده بيضخ الدم لجميع اجزاء السيركيوليشن، فاكيد محتاج ضغط عالي عشان يضخ الدم. ده غير ان الماسلز سواء كانت بتاعه الليفت اتريوم او الليفت فينتريكلز قويه، اقوى من الماسلز بتاعه الرايت سايد. فلما يكون في فتحه هنا اكيد الدم هيتحرك من الليفت سايد الى الرايت سايد. واحد يقول لي طب هو ايه سبب الاوبننج ده او الديفكت ده؟ والله عدة اسباب. ممكن يكون نفسه السيبتم ده ما تكونش خالص، سيبتال ديفكت. ممكن يكون السيبتم بريمم اتكون، بس لما نزل تحت الفورامين بريمم ما اتقفلتش، او الفورامين بريمم اتقفلت واتفتح من فوق فورامين سكندم. ارجع تاني لتكوين السيبتم، لما اتكونت الفورامين سكندم في الابر بارت ما نزلش عليها سيبتم سكندم يقفلها، او نزل السيبتم سكندم بس ما قفلهاش خالص ودانتها مفتوحه، او ان الشخص الطفل ده بعد ما اتولد المفروض ان الفورامين اوفال بتتقفل عشان ما تعديش البلد بعد ما الرئه تتفتح، او بعد ما الرئه تنتفخ وتنتفش بالهواء. لو الفورامين اوفال ما اتقفلتش وما كونتش فصه اوفال، ودي الحاجه المشهوره ان بعض الاطفال الفورامين اوفال اللي موجوده ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم والمهمه اثناء الفيتال لايف، يجي بعض الاطفال بعد ما يتولدوا وما تتقفلش الفورامين اوفال وتدنها بيرزيستنت، يسموها بيرزيستنت فورامين اوفال. اوكي طيب ايه الحاجه التانية اللي ممكن تسبب اختلاط الدم؟ قالك والله لو انت عندك ده، طبعا شكل من اشكال الاتريال سيبتال ديفكت، اهو انت شايف الدم بتاع الليفت سايد رايح للرايت سايد. تعال نشوف بقى شكل تاني من اشكال اللي بتسبب اختلاط الدم داخل الهارت، ان يعني يكون عندك فينتريكولار سيبتال ديفكت. الفينتريكل نفسه هو اللي فيه الديفكت مش الاتريوم، وطبعا اكيد الدم هيتحرك منين؟ هيتحرك من الليفت فينتريكل للرايت فينتريكل نتيجه قوه الليفت فينتريكل اقوى من الرايت فينتريكل. طبعا هي غالبا بتكون في الابر بارت اللي هو البارت الضعيف اللي احنا كنا بنسميه الممبرينس بارت.
بس بعض الحالات وإن كانت نادرة بتحصل في اللور ماسكولار بارت، وممكن السيبتم نفسه سواء لماسكولار أو لورا ممبرينوس يتكون ويبقى الفنتريكل كله حجرة واحدة، ويبقى الهارت في الحالة دي بيتكون من 3 حجرات، 2 اتريا وفنتريكل واحد. الشخص ده بيبقى عنده الدم بيختلط ما بين التو فنتريكلز مع بعضهم. طبعا الحكايه ديت مش كومبتنس وز لايف، الشخص ما يقدرش يعيش بالحاله دي. طبعا الشخص اللي عنده 3 حجرات في القلب اللي هو 2 اتريا وواحد فنتريكل له اسم كده مميز بيحاولوا ان هم يسموه بو. بيقول لك احنا بنسمي الشخص ده شخص عنده 3 حجرات في القلب، فيسموه ايه؟ يقول لك نسميه قلب، يعني كور 3 حجرات تراي لوكيولار. كور يعني قلب، تراي لوكيولار، لوكيولار لوكيول يعني حجرة، والتراي 3 يعني قلب ب3 حجرات، 2 اتريا وواحد فينتريكل. الدم بيختلط منين برضو؟ هنا من الليفت تو ذا رايت. طيب تالت حاجة ممكن سبب اختلاط الدم ان يكون لسه عندك، كنا بنسمي الحته دي اسمها داكتس ارتريوزس لو حد فاكر، كنت بقول لك في الفيتال سيركيوليشن ان الدم اللي بيجي للرايت اتريوم ممكن ينزل للليفت اتر للرايت فينتريكل ويطلع تاني في البلمونري ترانك، يواجه مقاومه شديده عند التو لانجز، فبدل ما الدم يدخل للتو لانجز بيلاقي في فتحه كده توصله على الأورطة اسمها داكتس ارتريوزس. المفروض ان الداكت دي بتتقفل بعد ما الطفل يتولد ونمنع جريان الدم من البلمونري ترانك للأورطة، زي بالظبط ما الفورامين اوفالكا بتتقفل ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم. طب لو دنتها بيرزيستنت بنسميها بيتنت داكتس ارتريوزس، وده بتسبب جريان الدم من الأورطة ذو الضغط العالي إلى البلمونري ترانك ذو الضغط المنخفض. اوكي طيب تالت او رابع حاجة معانا من الحاجات اللي ممكن تسبب جريان الدم ما بين جانبي الهارت، حالة اسمها تترولوجي اوف فالت. تترولوجي تترا يعني رباعي، تترولوجي يعني حالة فيها 4 حاجات متلاصقة مع بعضها، اوف فالت ده العالم اللي اكتشفها. تترولوجي اوف فالت ايه اللي بيحصل فيها؟ قالك والله بيكون عندنا فنتريكولار سيبتال ديفكت. وجود الفنتريكولار سيبتال ديفكت بيخلي الاورطه يحصل له اوفر رايدنج، يعني بدل ما كان بيفتح على الليفت فنتريكل بس، لا ده هيفتح على الليفت فنتريكل وجزء كمان من الرايت فنتريكل. طب لما يفتح على جزء من الرايت فنتريكل كمان، يبقى البلمونري ترانك اللي كان بيفتح على الرايت فنتريكل بتضيق الفتحه اللي بتدخل له، فقال لك يحصل استينوزس في البلمونري ترانك. الاستينوزس بتاعت البلمونري ترانك يخلي الرايت فينتريكل لما يجي ينقبض عشان يمشي الدم في البلمونري ترانك يقابل مقاومة رهيبة، فيحصل هايبرتروفي او تضخم في عضلات الليفت الرايت فينتريكل عشان تقدر تضخ الدم. يبقى في 4 حاجات بتحصل: فينتريكولار سيبتال ديفكت، اوفر رايدنج اوف ذا اورتا، استينوزس اوف ذا بلمونري، وهايبرتروفي اوف ذا رايت فينتريكل. ال4 حاجات دول لما يتحدوا مع بعضهم بينتجوا لي حاله بنسميها التترولوجي اوف فالوت. اوكي طبعا دي الحاله الوحيده اللي الدم فيها بينتقل من الرايت سايد الى الليفت سايد. ليه يا عم؟ ما هو عشان حصل هايبرتروفي في الرايت فينتريكل، وعشان في دي في البلمونري ترانك، فالدم هنا بيبقى مضغوط ويقابل الريزيستنس وضغط عالي جدا يتغلب على ضغط الليفت فينتريكل ويتحرك الدم من الرايت سايد الى الليفت سايد. طيب كده احنا خلصنا الحاجات اللي بيختلط فيها الدم ما بين جانبي الهارت. في حاجات تانية بقى لها علاقة بالجريت فيزلز بتاعة الهارت. اول حاجة مثلا لها علاقة بالجريت فيزلز، خلينا نشوف كده، حالة اسمها بيرزيستنت ترانكس ارتريوزس. كنا بنقول ان الترانكس ارتريوزس بتنقسم الى نصفين، نصف يوديني على الاورطة ونصف يوديني على البلمونري ترانك. طب لو ما حصلش ان السبتم نزل وقسمها الى جزئين وبقت الترانكس ارتريوزس مفتوحة، فهيبقى عندك الدم اللي يخرج من سواء كان الليفت فينتريكل او الرايت فينتريكل يطلع يختلط مع بعضه عشان جزء منه يروح للاورطة وجزء يروح للبلمونري، والحالة دي لازم تتعالج جراحيا، الشخص ما يقدرش يعيش معاها. الحاله التانية في الجريد فيزلز، بص بقى، بدل ما السيبتم ما ينزلش، لا هو السيبتم هينزل، بس ايه اللي هيحصل؟ السيبتم هينزل بالشكل ده، تعال نكبر الصوره شويه. السيبتم نزل مستقيم بدل ما يحصل له روتيشن، لا ده نزل مستقيم، فبقى البلمونري ترانك خارج من الليفت فينتركل شايل دم مؤكسد ورايح بول الرئه، وبقى الاورطه نازل مستقيم على الرايت فينتريكل شايل دم غير مؤكسد ورايح بول جميع اجزاء الجسم. الشخص ده كل حاجه عنده اتعكست، مجرد سيبتم بدل ما كان بينزل زجزاج شيب
نزل مستقيم، غير كل حاجة في تركيب القلب، وغير كل الطريق الدموي اللي هيروح لجميع أجزاء الجسم. آخر حاجة معانا وبيقال إنها أشهر ال الكونجينيتال انوماليز اوف ذا هارت، على الرغم من إنها حاجة بسيطة وحاجة صغيرة جدا. تعال نصغر الصورة. حاجة اسمها بايكاسبيد اورتيك فالف. الاورتيك فالف احنا عارفين ان هو ترايكاسبيد، يعني ثلاثة، له ثلاثة كاسبس او ثلاث شرفات، كل واحدة منهم سيميليونر. قالك والله احيانا لما بيجي الكاسب بعد ما يتكون يروح جاي ملتحم اتنين من الكاسبس، الاتنين اللي فوق دول يلتحموا مع بعضهم البعض، ويبقى المسافة ما بين الكاسبس هم كأنه تكون تو كاسبس فقط، شرفتين بس. فيسموه ايه؟ يسموه الباي كاسبيد اورتيك فالف، يعني بدل ما كان الاورطة فيه ثلاثة كاسبس او ثلاثة شرفات، بيلتحم اتنين منهم ويتحول من تراي كاسبيد الى باي كاسبيد اورتيك فالف. بيقول لك ان ده ممكن يكون اشهر كونجينيتال انومالي موجودة، لدرجة ان 1 أو 2% من البشر، يعني 1 أو 2 في كل 100 شخص عندهم الحالة دي. طبعا احنا في عندنا كونجينيتال انوماليز كتير اخرى ممكن انت تدور عليهم. بكده يبقى احنا هنقف لحد هنا ان شاء الله. يبقى احنا كده خلصنا الامبريوجينيسيس اوف ذا هارت. اشوفكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.